بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا ونكسن داود يالك سو دواذا برنامج كيني دبك هذا البرنامج كدبك هذا المانتا وحن كورة يسندونا ومرتي النجوى وسير كي هراء وسارد كلوميسجا يا خيرات كبضها الصومالية مظنة دكتور عبد الرحمن محمد عبد حاشي وأنو كبوا قنعي هوي وكدجين يا مجال هذا نيروبي عاصمة دا ودن ككاي مظنة وسير وأنا كلام هذا علنا يا قابلات هذا كسر دو إستيفي. والله الآد باهم هانتي نور آد بانو دا ودا برنامج كينا وحن روينا السلام ودمان ملك السيد دنيا تشوغان ضدك الصومالية دينا دا ودا آد بين شرفي تينا دا مان فرصة دنيسيسة. وهاك دا وضيال دكتور عبد الرحمن طبعا سيدو كلا وحا وها حق هانتي قدي قد قالها قلها وسير كذا حلقا وحا وكم ذا وسير كذا وجوه ريي حكومة دا مدن حسن علي خير رئيس الوزراء هو رئيس سوماليا لسه كان قاضي حلقي سي مدة دورية طبعا بلاد أيو طبعا حلقة سوها هي سجايا إنه جو رمي دونا صدق كله وح حسيد مدن دكتور عبد الرحمن وح دلي مدحوينه هو رئيس دولة جولات كبنتلان رب النحريستي كنا كورابية محمد عبد حاشي أو عبد جودجرنا إنسان دوان إن أكو جريودي مجال هذا نيروبي أسقرن اللوجو سميجي مجال هذا قروا دولة جولات كبنتلان. دكتور عبد الرحمن بل أنوني ما أدنو ورئيس جان وجهرين دكتور عبد الرحمن وكم صفة فاسن هدي أدبشة الصوماليات اللي جاي أبو قارقودن يسمكوا قانون هذا سبرت. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وهذا أنك بلا وحن كده شيء مقالة الشيخ وغوي الصومالية هل كان كده شيء مركي دمنا وحن من مقالة الله سبحانه وأن القرآن كا يدكسي وهو سكودا بي أنت كدب وذاك عباي وحش هذا الله سو بدلي حق مركي يعني حرني ماذا هذا اللي مقالة مخدشة هل كاسان دكسي جيد ده يدكسي جسر كودا بي وحق الله أنقال وحي لورن شري الشغلة قرن كا وهل سنا معلن كها مركا أنا جو ودن كمريكن كوه أنت جي سنة كي يكون يسقال بقول صدواتني يتدوبدي هل كاسان كبل عباي وحبر الشري إذا كام عدا جامعات مقالة نيويورك تالو عن كوا مادة معركة حساب انت ايو عشورة ايو وحا سودان مركان جامعات داك بحي الى مهدي وحا فرصة عنو هلي انان كشق ايو شركة ده قوة وين ودن كمريكان حساب انت شركة دليل برايس ووتر هاوس كوبرز واقع قيب لوردن شري كوبرز ان لايبران وحد برايس ووتر هاوس كوبرز سادين هالكاس ان كبلاوي صدح سنة كدواد بان كشق ايو إلا ما هدي فرصة وحنو يلي إن عن قاتو حليله هو CPA أما قفك خبير ككو عرما عملية ده إنجليز واحد عن شاطر الأكاونتن مريكان كنا سيرفايد بابليك أكاونتن بيداهن أنت كدي وحنو وريج عن شقك يلي بنك جوه إن مريكان كا يدوني ده بمركز ويدا سيتي بنك حرنته وكل يه مقالة نيويورك هل كان الله بس ندود يشرشر بنك الشقيه كدي بنو حنو شقيه بنك كلو يسكن نيويورك يلا عانو ليله هو سولومون برادرز oo kuwa maalgelinta iyo kuwa naagsan arimahaas kuwaana laba sanoodood ku dhawaad baan ka shaqeeyay intaa kadib waxaan shaqo ka helay bangiga dunida ee Washington DC halkaas oo aan 15 sanoodood ka shaqeeyay intii aan Washington joogay ilaa ma hadii fursad waxaan u helay inaan waxbarashadeedii sii wado jaamacadda la yiraahdo John Hopkins oo ku taala Mareykanka jaamacaddaana laba degree baan ka qaatay oo master ah mid maaliyadda iyo mid dhaqaalaha kadibna waxaan qaatay shahaadada la yiraahdo PhD da jaamacadda la yiraahdo George Mason University oo ku taala Virginia agagaarka Washington DC marka khibradeedii iyo taaliintaydii ba intaa weeyaan aad baad mahadsan tahay Dr. Cabdiraxmaan waan filayaa taariikh fiican baad soo sheegtay in dad badan oo aan hadda ka hor laga yaabo inaysan taariikhdaada aad u haynin ay fahmi doonaan waxa jira حزب أدوان أساستين بالحزب كان يو مجا عيسى يو وتشدوين كأدو أساستين هذا ضوح يرنا لو ذكت واقع واي حزب كان مجا عيسى وحلي ده بعد بعد قرن وحن وضع أساسنا ضد بدن الصوماليات أو عادي عاد لو يقانو قار بدن قار كلنا عندك قوانين حزب كان يجو الصومالي ودم بكو شرتا مجا عمتش على 4.5 لكن وحده وأكوده كران عد كم غانم شرتو ujeedadiisu iyo runtii xisbiga asaasidiisu muddo qaadatay inaan maaragtay talada nagu soo dhaacdo waxyaalihii intii aan dawladda ku jiray 18 bilood aan joogay fursad waxaan helay aan wadanka gudhiisa
runtii ogaado waxa ka socda iyo xaaladda wadanka waxaan runtii aan fursad u helay inaan ogaado marxaladda wadanku ku jiro iyo maaragtay runtii xaq dhaqaale xaq amniga dhinac kastaba marka aniga waxa iib soo baxday oo nooc daatay in wadankan runtii dhibaatooyin waaweyn baa runtii hortaagan caqabado badan oo ragaadiyay laakiin haddaad eegtid runtii shan lix arrimood haddii wax laga qabto oo midba keligii in laga qabto maaha laakiin isku jir mar qura laga wada qabto waxaan ogaaday inay runtii fududahay sida wax looga qaban karo runtii xaaladda wadanka uu maaragtay ku sugan yahay marka anagoo taas ay noo ahayd runtii arrinta ugu weynaan u go'aansanay xusbiga inaan sameyno marka taasa u weyneyd arrinta ugu weyn haddaan kuu sheego oo aan maaragtay u arko inay xusbiga runtii aan aragno in arrimaha soomaaliya ragaadiyay waxa weeyaan waddankan taladiisii ummadda soomaaliyeed waa ka baxsan yihiin bannaankii ka joogaan nidaamka la yidhaaho 4.5 oo ilaa imbageti laga soo bilaabay waxa uu runtii keenay in la yidhaaho isimadii iyo amaxaan ku dhahaa qabiiladii lagu noqdo oo markaana ay noqoto sida loo soo xulaya dadka soomaaliyeed iyo deegaan kasta iyo beel kastaba dadka ugu liitay in lasoo xulo sababtoo ah nidaamka corruptionka oo kuwii markaa xukunka taladiisa gacanta ku haya ay dhaqaale hayaan siiyaan isimada iyo dad kale ku laaluushaan markaana ay noqoto dadka ma isku qaadi kartid dadka oo dhan laakiin dadka xooggiisa lasoo doortay inay noqdaan dad aan runtii u qalmin ama aanan u bisleyn in maaragtay waddanka hawlihiisii wax ka qabtaan arrintaasi waa arrin ilaa hadda ina hayso ina ragaadisay marka ummaddii soomaaliyeed anigu wax badan saan hordhacaygii kugu sheegay dunida aan kasoo shaqeeyay meelo badan iyo maraykan iyo soomaali badan oo dunidana waan arkay ilaa mahaddii soomaaliya waxay leedahay dad hadday noqoto tacliin ama hadday noqoto waayo aragnimo iyo khibrad iyo cilmi waa buuxaan dunida marka ma u baahnin soomaaliya uma baahna in world bank iyo un-ku yidhaahaan waxbaan ina baranaa marka ummaddii waxay noo qaban lahayd oo dhan bannaankii jooga marka nidaamkaas ay riddadii ka soo xidhay meel ay dadkii ka soo galaan bay la-ayeen marka horta taa waxa weeyaan waa arrinta ugu weynaan u aragno in la furo siyaasadda si dadkii wax garanayay oo wax qaban lahaa waddanka u yimaado arrinta kaloo la xidhiidha hadda waxa dhuusama reeb ka socda warkii xalay ka soo baxay aada iyo aada nasiib darra waxay noqotay in aan nidaamkii doorashadii dadbaneed dib loogu noqonayo way aad baa umahadsan tahay waanu iman doonaa dhuusama reeb iyo arrimaheeda haddii ilaahay ka raalli noqdo xisbigu muddo intee dhan ba hadda asaasan yahay xisbiga formally si rasmiya laba bilood ku dhawaad buu hadda guddiga doorashada madaxa bannaan ee qaranka intaan ka qaadanay shahaadadii laakiin muddo sanad iyo badh baan soo wadnay oo soo maaragtay abaabulkiisa iyo maaragtay taladiisa soo wadnay marka xisbigu intaas uu asaasan yahay mabaadiida kale oo ugu muhiimsan oo runtii xisbiga rabo inaan wax kaga qabanno runtii soomaaliya dhibta ugu weyn haysata oo waddankeennu u maaragtay hore ugu socon laayahay waa lama hayo hoggaan daacad ah oo ay ka go-antay danta ummadda soomaaliyeed inay ka horreysiyaan danaha shaqsiga ah u maleyn maayo war cusub inaan kuu sheegayo aad ba umahadsan tahay maxaad ku doorateen magacan badbaado qaran dee runtii waaba anigu waxaan horta kaloo hordhacaygiiaana kuugu sheegin markaad lehed noo sheeg maaragtay qofkaa tahay anigu 2012 musharax madaxweynaan ahaa marka raggaan wada tartanay waxaa ka mid a madaxweyne farmaajo iyo xasan sheikhiyo haa marka waagaasan anagu magaca badbaado qaran inkastoo xusbiyaal ayna jirin magacaasaan maaragtay qaadanay iminkana kiibaan xusbi ka dhignay markan dambe markaana ma rabay inaan maaragtay maaragtay ku dardaro ama maaragtay ka badbadiyo laakiin waddankani badbaado ugu baahan yahay marka waxaan u aragnaa munaasabad inay munaasib ku yahay badbaado qaran waddankani wuxuu u baahan yahay xag amni xag dhaqaale xag dhinacaad ka egtidba in wax laga qabto marka magacu sidaas uu ku yimi waxaagaag aad baad umahadsan tahay mudane doctor cabdiraxmaan maxamed cabdixaashi balaanu imaanno buug waxaa jira dhowaan qortay oo ku saabsan nidaamka maaliyadda islaamka iyo kan weliba reer galbeedka isbarbardhigaaga maxaa kaaga soo baxay marka aad labadaas arrimood isbarbar dhigtay buuggan horta asaaskiisii hore waxaa jaamaca digriiga b h d-da markaan qorayay waxaa mawduuci aan ka qaatay oo research-kayga aan ku sameeyey markii dambena waan sii ballaadhiyey
بوجو حرنتي صوب حواجي دغاله دنيدو بربر تشري لبا كوني سيدي دي سقالكي ودت كودن كور قبان مركا بوجو حرنتي شرحها يا نظام كان ودمرة قلبيتك إليهن أو ربادة كدسن إنه يهين نمان نظام عن الحاصلونين أو حرنتي دباتريسو مركز سين قطب دبو صون قن قنسو وحن دبو يعني لا أفر بقولشم بقولس أنا ضد وانكسر بلعبنا ودمرة قلبيتك نظام كود سويتشرو كنتن كيس أنا ضد وح كود عا وح لينا هو فاينانشال كرايسيس أما عكيرات حاجة دغالها سبب توصل نقن قدانا وح لسك جرانيو aya soo socodana uu dhici doona nidaamka galbeedku waa nidaam ku dhisan bangiyadoodu in ay qaataan deyn badan oo fara badan si marka dambe ay iyakuna intay deyn ka amahdan dadkii ama dawladda ama shacabka ka amahdan ay marka dambe iyakuna faa'iido u sii saartaan marka nidaamkaasi waxa uu ceebtiisu ay tahay marka dambe oo dhaqaaluhu maaragtay adkaado bangiyada way ku adkaataa inay bixiyaan deynkii ay qaateen say u service ugu sameey lahayn ama u bixin lahayn marka iyo waxa kale aadaan waxyaalaha la yiraahdo speculation ama raamida oo lacagtooda wax galiyaan dhulka ama real estate ka ama waxa la yiraahdo stock market ka wax soo kala marka waa nidaam aan xasilooneen marka waxaan doonayo buuga ujeedadiisu inaan barbardhigno nidaamka islamic banking iyo finance sidoo yahay arinta ugu weyn ee ku kala duwan yihiin oo uga xasiloon yahay buuga magaciisu waa su'aal su'aashu waxa weeyaan nidaamka islamic bankingku ma ka xasiloon yahay marka uu dhaqaalaha dunidu cakiran yahay marka su'aashaasaan rabnaa inaan ka jawaabno marka nidaamka islaamku wuxuu uga xasiloon yahay waxa weeyaan waa nidaam ku dhisan faa'iido iyo khasaare marka mudaaraba ama musharaka ama partnership oo kala marka waxa weeyaan dadka qaadanaya maaragtay riski ama maaragtay khatartu business kulaheed dadka maalka keenay baa u diyaaray inay xoolahoodu ka lumaan hadeena si wanaagsan u maamulin hadaan laba mar rabay inaan tu technical detail galo laakiin nidaamkan galbeedku waxa ay sameeyaan marka ay lacagta ka dadka ka qaataan way waxay sameeyaan intay qiyaaseen BRK baahida loo baahan yahay oo lacagta ay dadka ka qaateen boqolkiiba 15 iyo 15 inta kale dadku uma baahna marka maalgashi iyo waxa ay galiyaan dhulka real estate ka waxa ay galiyaan marka si ay loo caymiyo oo ama xasiloonada systemkooda u noqdo waxa ay sameeyaan dawladaha waddanka ay leeyahay ba caymiyo caymis ama deposit insurance bay ku sameeyaan marka taana nuxdeedu waxa weeyaan haddaad maanta adigu gaari leedahay oo baabuurkaaga hadii caymis uu ku jiro waxaad ogtahay inuu qoladii ku caymiyo bixinaya marka si waxaad u walaasaa waalan baad u walaasaa gaadhiga waayo qoladaasaa bixinaya laakiin hadii jeebkaaga ka imaanayso waa taxadaraysaa afka ingiriisida waxa lagu yidhaahaa moral hazard marka nidaamka galbeedku meesha uu sartu ka qorantay waxa weeyaan maadaama ay dawladdii u ballanqaaday inay maaragtay lacagyoogii ay maaragtay deposit-kii ahayeen ama lacagtii taalay ay iyagu u caymiyaan marka sidii qofkii baabuurku si waalan u wadi lahaa lacagtii bay waxay galiyaan real estate iyo stock market iyo wax kasta ay galiyaan marka dambana dee waxa weeyaan haddaad dhagax kor u tuurtid marka dambe waa soo dhaca wax kor u soconaya ma jiro price u dhacaya marka nuxdeedu waa inta nidaamka galbeedka marka arrin kale oo dadkuna maaragtay uga fakarin nidaamkan islaamic bankingku waxa uu runtii wax dhaqaale iyo dunida oo dhan dhisaana waa isaga maraykanka meesha la yidhaho silicon valley oo shirkadaha google iyo apple iyo kuwaas oo dhan waxay ku dhisan yihiin nidaamka islaamiga ay ku dhisan yihiin waxa afka ingiriisi lagu yidhaahaa venture capital ama maaragtay marka waxa weeyaan waa nidaam ku dhisan khasaare iyo faa'iido ku dhisan oo aanan ku dhisneyn marka waxay keentaa marka aad runtii aad businessyaal sameynaysid inaad markaa raadisid wax dadku ay doonayaan iyo wax saas oo kale marka waa ku dheeraaday marka buugga taasuu sharaxayay qodobka ugu dambeeya taa la raaca anaana ku dheeraanaynin waxa weeyaan labada waddan aan buugga ku darsay waa waddanka maleeshiya la yidhaaho iyo waddanka la yidhaaho baxrayn maleeshiya waa waddan dhaqaalihiisu una saliid ku dhisneen oo dhaqaalo ballaadhan oo sal ballaadhan leh bariga dhexena waddanka baxrayn baan ka doortay baxrayn waa meesha keliya oo wadamada bariga dhexe ku yaala labada nidaam oo ka islaamiga iyo kan ribada ku dhisan ay garab socdaan oo competition xoog leh ka socdo shirkaday bangiyaal waaweyn iyo kuwo yaryarba marka haddaad study ama daraasaad sameynaysid waxaad rabtaa inaad dooratid meel tartankii labadii nidaamba jiraan oo tartamayaan
ومركا عاد أركي كرتيد ماركتي سياد سواشي يعني كلها وان كتشواب يا وكلا وكتشواب تيد مركا لو ده ودم بان كدرسي وهاي أدول ما صنطهاي بوجن مركا نظام كمالية الصومالي مركا اللي يجي مدم حكام فيكرة نظام كزو حكام فيكرة رنتي هذا حوالا ده الصومالي كتيرة وحيدا هن وإسلامي سلامة بانك إيو دابشيل إيو لكن رنتي ولي كمهر قالين أو سيدي صحيح أو الربعين لو سمعيو لو ما سمعين وحيوبا أنت بانكي قدحي أو ماركتي ودنك إنو ليه قيب وين أو كم ده أو سيدي لو ماركتي ريجوليشن لوغو سمع لها أو لوغو سمع لها مركا ولي رنتي كمهر قالين لكن شركة ده بانكي ده أشيرة way ay runtii hawlaha san qaba dhaabay ilaahin laakin really sidii la rabay oo loo baahna ma hayaan waxa saldhig waa bangiyada islaamiga inuu jiro wax la yiraahdo shariica board ama dad yaqaana maaragtay diinta islaamka iyo shuruucadana garanaya maaliyadana garanaya si marka hadii waxyaalihii ganacsiga ama maharakaadkii sameeyaan inuu islaamigi maaragtay waafaqsan yahay in kale marka waxa soo dhani khubaradeed iyo expertisekeedii ma lehin إن شاء الله هدي أنا نكو فرصة هلا وأنا معرفتي دال كان كتير إنه واحد دوننا إن بنك كده حقيقة أنا كده إنه بروسين النقطة النظام كإسلامي كا رنتي معرفتي سيرة صحوانا كده غالة أنا دي سكرة رنتي معرفتي دور وين كعيارة كرا وحاج شرس سوماليا وح أنت بدن لو درا أنا كم تهاي ودمضة ومس وماس وقبضن الدون كامل ليس كاسة سند كاستا حق هورا كغشا منو شرحي كرتا بل وحيابها رنتاس كاني يوغارهان ميلها ليس اورن كره مسوقه كجرا وحبد لا ما قبان ان تلوين كان سو جيدني او برنامج كي كان سو بندغي دونو او حزب برنامج هي سياسه اما بوليتيكال بلاتفورم اف انجريس لويدا ان سو بندغي دونو قيب وينو كاميدا بيتاي هدان كو شيغو اريما او مهمسن waxa loo baahan yahay si musuqmaasuqa loola dagaalamo in horta hay'ada qaar kood oo muhiim ah oo ay ka mid tahay hanti dhowrka xisaabiyaha guud iibka ama wax la yiraahdo procurement oo meelaha musuqmaasuqa ugu badan yahay iyo guddi dhawaan la sameeyay Soomaaliya la yiraahdo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa oo maaragtay guddi madax banaana kuwaas oo dhan waxa loo baahan yahay inay dawladda ka madax banaan tahay sida bangiga dhexo kale dunida uga madax banaan yahay si ay xitaa dawladda lafteeda ay eegi karaan haddii jabiyaan ama musuqmaasuq ku dhaamayaan waxa soo dhan runtii ma jiraan waddankeena waxa kale oo inaga maqan halbooloyaal waaweyn oo hadda waddankan Kenya waxa uu leeyahay wax la yiraahdo Kenya Revenue Authority oo maaragtay cashuur qaadka iyo maaragtay lacag yoog iyo waxa qaada teenu kama madax banaana waa waxa waxyaalaha baabiyay Soomaaliya waxa kamid ah ra'iisul wasaare kastoo yimaada si mooshin aan loogu keenin wuxuu bixiyaa waxa la yiraahdo cashuur dhaaf marka ganacsatada waaweyn oo waddanka ku jira oo arrimahan ku sheegan ku lahaa ummada Soomaaliya siyaasadii banaanka ka joogta ganacsatada waaweyn oo xildhibaano aba ku jira oo siyaasadda waxay u soo galaan inay gilgilaan ninki Ibrahim Mr noqdo iyo xukuumad kasta taasina waa group interest weyn la xog leh markaana waxa arin caana xukuumadda ina kama duwana kuwi hore waxay sameeyaan cashuur dhaaf bay sameeyaan waa cashuur lacag badan oo waddanka wax loogu qaban lahaa marka takalo ugu weyn oo musuqmaasuqu waa adag yahay ma jiro garsoor madax bannaan waddanka ma jiro dunida maxkamadaha jira ee khaasa oo arrimaha musuqmaasuqa iyo maarayt wax ka qabta marka maadaama uu garsoorkiiba jirin de marka ma jiraan maxkamadihii dadkii ee baadhi lahaa markii hay'adihii madax bannaan oo xisaabiyaha guud iyo hanti dhowrku hadday wax soo qabtaan maxkamadii dhulkii geyn lahaayeen marka garsoor madax bannaan ma jiro waa taana weeyaan marka arrimaha soo dhan marka la isku soo qaado waan garan karaa waxa Soomaaliya loogu qoro waddanka ugu musuqmaasuq badan waayo afku may kan ilaahnaa go'aamadii aad ka loo baahnaa maaragtay ee dawladdu ma qaadin okay meelaha marka gaarka ah aad wax looga qabannin ama aan looba socodin wax laga qabto waa meelaha saatilmaantay sida ganacsatada waaweyn siyaasadana qaybta ka iyo qaybta kalena waxa ka mid ah hadda waad maqashay waxa tiin maalin kasta waydinka warka ka fargareeya waad la socdaa wali ra'iisul wasaaraha حسن علي خيري ولي برلمانك حل مال المهر يبان سؤال لما ويدين سداد مركا وحا مسوق ماس قدي با جيرتا ماليه دو برلمانك ان اد اوغتاي بو يعني قدي غاس مر بي سو قعدو تيري وحنا ربنا حسابتن ان لا سمينا دولته لعقتن ان لا سيو دنيده كتيما دو فر بدن وحي دان حقي با ادجيسا ولي دولته ما سو بندغين لعق يوغا فرها بدن
وقتی ودم کو میزانیت بله یا بچت بله ولکه بچت کمر کلا سامیو لعاب برام با سوگش دنیا دستی داشت قیسو بچت کریفیشن اما دب ایگس بالو سامیا ولا بالاریا لعکت هستو مرتی این اینا لسیو دغدغ دیرات که ولکه اینا داد که اوش یک تا حجی باد جلی نسها ولی هیبت کو قوان نسها و حاسی سومالی که میشیره مرکه و حاویان خوفی که مذهبی برای رزور زاره و مرکه مخیر داد وسکل هد حاویان و حکول حساب تمیم میشیره برنامه میشیره هي أدي كل حساب توم اللي هامت شرو مركا وحلايا قبل ما يعني الصومالي ودنا كقوم الصوماسق بدنا يتعي. أوكي أرمان الصوماسق مركا سدا وحلاقة قبل كرابة سلاد. ده سان كل شيء هرت مركا وقور يسوي حك سوا هيكبل عما وهو جانك ودنا. هدي قفك هو جانك ودنا كهيا أي كجو أنت عارين تاني وحكا قبته وح بدن بس بدلك. مفروض ده سلاد وحلاقة قبل مركا دي هو جانك هجاجو. هو جانك هدو هجاجو. أنا كل شيء هي هذا أنا كل شيء وعارتي مرحبا أنا لا قديكو ومركا ده وحويان إن مركا ملا كلهم مسوماس وكبدين وجوبدينه وإيبسيجا أما بروكيرمنتك كونتراكت هذا لبحيره وحاسو ده وإن سيدا فرن أو ترانسبرنت الله صبرديكا وحاشرة ودن كليرا ودم بدن رواندا وحليرا إي بروكيرمنت وحليرا حاشرة إي جبرمنت وحليرا حاشرة مركا تكنولوجي يوحاسو ده باترتن كلو قال لها سي حلال وفرن ومدور ده وقف قال كرا مرك واحد صور دوا سياسة دوا وين هديل ماركتي سياسة ده على كيانه. إسلام مرك أنا ده فعل كي كده بيجي ماركتي دولة دونا أي ماركتي حوتشيسو أما أفكا إمباور غريسو غريس الويراو. ده مرك واحد ما عندنا كرنا مسماس ولا باب إنكره. دنيا دولة واحد يسكت ده. إنه واحد يدا هو واحد لودل خارن كره. ونحن كره. مرك مدن كامريكان كمسماس وكتيرة لكن ده واحد آدوير. عد مرتي وحويان سامين ويا لنا يو مركا أريما هاسي هجانكا هي أديه لدسو يو أريما هاسودن يدافر الدولة دولة هاي أنت هاسي وحنو مليان يا إني وحويان كقى بنكرتو أريما مسق ماسقة دكتور وحشرة شركة لقوم مجابو سبكترم وطبعا أريما شذال كي وحاس كشقيس أو سيدا يا إسكال شركة داس محاسك للحية دولة الصومالي شركة دا لي داو سبكترم وحا اي ودن كتبي وقتي حكومتي حسن شيخ وجددنا وحا هي ان بدا انديان اوشنك راس كمبوني الى غرعال او غلمودك بوتلاند مينا غادين واغا مدحويني بوتلاند فروله بعد ديدي ان الشركه داسي اي كبادو ماركتي سليد دقيق كتب حيبتيدا مركا شركه دو واغا سيتيمي وحا اسكل الشركه دا ودن كنوروي با لغا ليهي مركانا واحد شركة داس يدا وش غينسي شركة اللي له سوما أويل وآ شركة دي وحكومة دي حاسة شيخ مركو تشوغي وسمعي شركة اللي له سوما أويل وشركة رنتي وحويان أم بتشيرين أو هبين قرعة ولا سؤالي في قبل كده بقى سوما أويل سوما أويل شركة دي الدنيا ده مركز خيرات كفرها بدن وبترول كوكلا وحل الرادية شركة ده خبرات كولة أو الدنيا ده كسر شقي أو واحد صور دنيا غانا مركز شركة قبل كده بقى مركز على سوا أبوري وقيبت وين ورنتي وحوق كده من روشة ونمان كان ليلاه مارك أوليغاركس أما نمانكي ويقول رأي سوفيت يونيون كوباباي أو لكالي تشبيه أو لبوبي خيرات كي ودك يالي رقف ربادن ووحا تيرسي عدالة دراء دغالة بادن خيرات كلها ودكو غاتي لكن نين كمي دا ونمان كاس كمي دا بحورت الشركة دا سوما أويل أو ودن كا سوماليا خيرات كي دا وقوم بمسان وبترول كا حورت نين كاسا اسكالي حوق يدا الشركة دا سوحا لسمي واقي وحسن شيخ وتاقي شر ودك إنجريسك ورئيس الوزراء الإنجليز كشركة وين وقع بنشر الصومالية، مركان نين حزب جا كونسيرفاتيف بادية اللي راهو، ونين كي مركان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لورنشري، نين كي كوري يسقى، وسياسة دكوجل درستي، نين كاسير ربعين إنا الناس نوتشيان، مركان نين كاسنا قريب على جسيه، وبرسنتج كيسي ما هنو، لكن قريب في عام على جسيه، ينين كاروشكا، ينين كلي راح حسن على خيره، ويسقنا على جسيه لبا برسنت، وماركتي، سي وجه الصومالية لغوية له. ilaa dadkii Soomaaliyeed weyn wajiga Soomaaliyeed ma aragtay xumlad kala 2% ba kulaa marka horta shirkada Soma Oil ba qortay oo keensatay inspector ya kala Soomaali ho inta inaan halka ka gudbin Hassan Sheikh weey Hassan Ali Hassan Ali Khayroon weeyaan ee Soomaaliga ma jirto inta ka sagoon ba 2% kale marka shirkadaasi markii la siiyay inay baaritaanka shidaalka ka baadho Soomaaliya talaabadii ugu horeysay samaysay waxa shirkada Spectrum bay qortay oo technology fiican oo markab maray oo runtii heer sara oo maareeyay badda eegaya inuu maareeyo ku jiro patrol
وهذا تكنولوجيا عصرية لاستعماله. مركا وحى أي بعدين لما بقول يلحد ما مركا شركةً كلام بس ما يسأله يلا سلطي مركا اللي سي سوما أويل واللي يدي يدين كائن اللي سي شدال كي سوماليا ده تلاوه ده ورس وحى ويان برهرت إن الشركة كلا قرتي ده حبتي سوما رتي ده يكتي إنه كتير بترول ينكله مركا يكع قرتي تاني مركا شركةً سوما أويل لو حفظي حسن باسي أو بحي مدحوينا بحي مركا شركة ده سين سبكترم بقرت مركا عرفت كله لحد يدا واحد ويان شركة ده واحد كوك عادي خرج كيا باريتان كوسة بيان لحدن يو أفر مليون 64 مليون بيهد مركا ما دام إنه واجس دولة إنه أنا دقاله هاي سنين واحد يدا وان أجن أي ما بحين كرتان أفر لحدن يو أفر مليون مركا واحد يدا يعني واحد مقدوقي إنه قد يكتهاوشان قبرني وإنا الناس يسان لبيه تمن حرمود و بلوكس كاس و انا نوكو هولانو انكو هولانو لو بغولي لحدي هرمود و المركي عائلة راسكامبوني لا غرايل لو بغولي لحرمود و وين اما بلوكس بكويالي لبيه توان كاميدا و انا نوكو هولاني و اشر كدي سيرتا هيسي و يكو هاكوي دايلان معلومات كوداني هرما قاربا بوها قارنا و حساسة كوميترا مركا ساسا لوسي ان مكدو لوسي نسيب وناك الى معدي و هيكون نغطي إن مركا واحد شري دولت وا بروف غريسي وا أغلاتي قدي بقى شري ليدا هو FGC Financial Governance Committee قدي جا واحد حبنا كا بنكي الدنيا هي أدا دخلها دون كوليدا IMF تا European Union كا African Development Bank كا واحد قدي جا شر قدور وزير كمالية دي الصومالية een gudiga ana ujeedadii loo sameeyay waxa ahayd maadaama Soomaaliya waagaas musumaasiq aad iyo aad ugu baahsanaa wadamada galbeedku way aamini kari waayeen waxay og yihiin arimo badan oo sida waxay hore ugu sii tala galay inay dhici doonto in la dhici doono la boobi doono kale arimaha ku saabsan ama dekedaha ama hanqoto patroolka ama waxa marka waxay gudigaasi waa gudi tala bixisa gudi maaha fulin iyo waxa maaha marka gudigaasi wuxuu qiimeeyaa oo eega contract-yasha waaweyn oo dawladdu bixiso in ay musuq ku jiray in kale arimahaas ay eega marka gudigaasi markii ay la soo hordhigay proposal-kii la keenay in 12 xirmood la siiyo Soma Oil waxay yiraahdeen waxani waa khayraad waxaad boobasaan khayraadkii Soomaaliya aad boobasaan bay yiraahdeen marka gudigaasa diiday oo yiraahdeen waxani mar waxa kale oo iyaguna ka hadlay qolaykii loo oran jiray UN Monitoring Group oo Nairobi dan jooga kuwa laftoodana war ka soo saareen runtii war xoog loo taaw dhigma bay ka soo saareen marka taasa waabisay oo joojisay xukuumadan hadda wadanka talada haysa markay timi halkii bay ka simistay Hassan Cali Khayro aan kulahaa ninkii shirkadda hore wax kulahaa ra'iisul wasaarihii wadankaana isna wuxuu soo jeediyay in la sii wado 12 xirmo la siiyo oo maareeyay magdhowgii hore loogu diiday in loo approve gareeyo spectrum arintaasina waa arin wali taagan oo miiska saaran baarlamaanka hadda maareeyay waxyaalaha ciidda ka badan baan ka hadli karaa maareeyay Soomaali waxyaalaha badan oo dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya baarlamaankeenu waxay ahayd arrimahaas oo dhan inuu gudiyaal buulay gudiyaashaasi inay u yeeran gudiga khayraadkii waxa u qaabsan ina ida aan sideebaad u bixinaysan su'aalaha soo kala marka xukuumadda la weydiiyo in la weydiiyo marka baarlamaankii hadda waxaan ka hadlay dhibaatooyinka dawladda ee fulinta leh baarlamaankiina waa baabe wax baarlamaan la yiraahdo ma jiro